سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم هذه النشرة الإخبارية من الفضائية التشادية. استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي الممثل الجديد للأمم المتحدة في إفريقيا المركزية السيد فرانسوا لوسيني فال، خلفا للسيد البروفيسور عبد الله باتشيلي. قضايا السلام والأمن في المنطقة أهم المواضيع التي نقشت. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. بهدف محاربة الإرهاب ومواجهة مختلف الأزمات التي تمر بها دول أفريقيا المركزية، تجيء المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالسيد فرانسوا لوسيني فال الممثل الجديد لمنظمة الأمم المتحدة في إفريقيا المركزية. المقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي وبعض معاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني فرانسوا لوسيني فال. انتهز الفرصة ونقل تحيات الأمين العام للأمم المتحدة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والحكومة التشادية التي تعمل دائما من أجل استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة. أما من جانبه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أكد لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحكومة التشادية تسعى دائما لمواجهة خطر ومحاربة جماعة بوكو حرام وتأمين المناطق لشعوب دول إفريقيا المركزية. هذا ونذكر بأن ممثل الأمم المتحدة بدول إفريقيا المركزية أشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة التشادية من أجل السلام والاستقرار في إفريقيا المركزية.